الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، غفر الله له ولشيخنا ولوالد شيخنا ولوالدينا ووالد السامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. هذا الترجمة مقصودها أيها الكرام الفضلاء أدب من آداب المجلس، إذا جلس إليك أحد أن تنصت إليه ما دام أن كلامه ليس فيه معصية، ليس فيه معصية ولا تنشغل. وهذا الأدب الآن أيها الكرام الفضلاء قد ذهل عنه الناس كثيرا مع هذه التطبيقات من هذه الجوالات، فأصبح الإنسان يجلس إلى الآخر ويتكلم معه، والآخر يعبث في جواله ما بين تطبيق وتطبيق وما بين رسالة ورسالة، لا يراه اهتماما، مما زاد الجفاء بين الناس ومما زاد البغضاء بينهم وقلة الاحترام. فيقول له: إنك لا تسمع إلي، وإنك لا تنصت إلي، فلماذا آتيك ولماذا أزورك؟ وابن عباس يوما رضي الله عنهما أهدي إليه خاتم فشغل به عن جلسائه، ثم نظر إليهم وقال: نظرة له ونظرة لكم. يا سلام، شوف الأدب. لذلك من أتاك زارك وجلس إليك وأخذ يتكلم معك له حق عليك يا أخي أن تنصت إليه، لكن الناس الآن مع هذه الجوالات. ومن أعجب ما قرأت في تلك المرأة التي جعلت صندوقا من صناديق سلة، جعلتها عند باب امرأة جدة كبيرة، وكان يأتيها أحفادها وأبناؤها ويجلسون إليها يزورونها، لكن زيارة صورية، إنما هم يأتون قوالب ليس قلوبا، كل واحد مشغول بالجوال ويرسل ويستقبل ورسالة قادمة ورسالة غادية إلى غير ذلك. فوضعت سلة أمام غرفتها وقالت: من يزورني يضع جواله في هذه السلة، أدخل إلي بدون جوالات. والله هذا شيء حقيقة، يعني احنا الآن المسألة تعدت إلى ذلك، أصبح حتى في المسجد، هو يأتي في المسجد بين الأذان والإقامة، وأنا أتكلم أنتم صوبوني فيما أقول يا كرام يا فضلاء، بين الأذان والإقامة يأتي مشغول بالجوال، ما تسمع إلا ويك 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 ويك، دجاجة رايحة ودجاجة جاية، مشغول في وقت الأذان والإقامة، الوقت الفاضل الذي يعمر أولا بالدعاء، وفيه حديث دعاء بين الأذان والإقامة ما يرد، ثم بعد ذلك يعمر بتلاوة القرآن والاستغفار، وهذا مشغول بالجوال، تجدهم جميع ماسك جواله إلا من رحم الله عز وجل. والله هذه في رمضان الناس تنتظر التراويح، هذا ماسك في طبع في المقاطع، كلامي صح يا شباب ولا انا اتكلم من كوكب المريخ وكوكب نبتون وبلوتو؟ هذا واقع ولا مو واقع؟ واقع شيخ انا حفظك الله. للاسف شيء يند له الجبين، ثم يخرج اخونا في الله يقول لك: انا ما عندي خشوع في الصلاه. كيف تخشع في الصلاه؟ انت اصلا ما استعدت للصلاه، انت جئتها قالبا ليس قلبا. أضف إلى ذلك الجوالات التي ترن بالأغاني والموسيقى، ما بقي إلا أن يتحول المسجد إلى مرقص، حاشاه أيها الكرام الفضلاء. وتجد الواحد منهم لما يسأل السائل في المسجد يقوم عليه أهل المسجد كالأسود الهزبر، ولما يرن الجوال بنغمة موسيقى ولا حد يتكلم. صح ولا مو صح يا شباب؟ صح ولا مو صح؟ صم بكم عمي ولا حد يتكلم. لكن اذا شايف واحد قام يسال في المسجد انبروا جميعا، عند الباب عند الباب عند الباب، ها اقعد، ها خلي الناس تذكر الله الى غير ذلك. سبحان الله. طيب واللي دق جواله هذا على الاقل يا اخي. واما السائله فلا تنهر، ذكر الطبري وابن كثير والقرطبي ان منها سائل الحاجه، وابن سيرين يقول: ما ابتلاه ما ابتلي به من السجن ومات فيه قال: لاني قلت لرجل من 20 سنه يا مفلس. اسمعنا هنا انك انت يعني اصابك البكم لما تقول له: يا اخي غير نغمة الجوال، يا اخي اتق الله في اهل المسجد، يا اخي بل اتق الله في نفسك، لا يكون ان قوم امتي يستحلون الحيرة ويحلون الخمر والعازف، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. لكن هكذا الذي يحدث، نسأل الله السلامة والعافية.
وهذا أيضا من لطائفه في هذه الترجمة أو في هذه الترجمة أن إذا كان الكلام بباطن كغيبة ونميمة فلا إنصات له، بل ينبغي أن يناصح بأن يسكت. وسبحان الله، من مشايخنا الكرام وشيوخ شيوخنا، سبحان الله، كان الشيخ محمد الأمين لما يأتي إنسان يغتاب في مجلسه يقول له اذكر الله أو اخرج، اذكر الله أو اخرج، لا تغتابن أحدا في مجلسنا. فأين نحن يا رعاكم الله من هذه المجالس؟ قال الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. وأين نحن من مجلس القرآن يتلى وهذا الجالسين في الغرفة كل واحد يتكلم مع الثاني، والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا كان يحسن بك أن تنصت لشخص مثلك يتكلم، فمن باب أولى أن تنصت لكلام ربك تبارك وتعالى. وتجدهم يجلسون أو يركبون في السيارة والدابة ويشغلوا القرآن ويهرجون يتكلمون. لا يا أخي، قفل القرآن وتكلم، لأن القرآن إذا اشتغل الواجب عليك الاستماع والإنصات والإنصات. وأيضا فيه أنه يستنصت للعالم، يعني يطلب الإنصات من المستمعين إذا تكلم العالم. لما قال بلال في حجة الوداع في يوم عرفة وطلب من الناس، النبي طلب قال يعني استنصت الناس يا بلال، فقال إن رسول الله يستنصتكم، وأخذ النبي يتكلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الباب باب مهم، وهذه الترجمة ترجمة مهمة أيها الكرام الفضلاء، وهذا شيء من لطائفها. والآن نلج إلى المقصود، تفضل. السلام عليكم شيخنا. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. هذا جرير، هذا جرير بن عبد الله البجري الأمير اليماني، كان من الذين يحبهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والبجلي من بجيلة، وكان سيد قومه، وطبعا بجيلة قبيلة أنمارية قحطانية، وبعضهم ينسبها إلى عدنان، وهي بجيلة بنت صعب ابن علي بن سعد ابن سعد العشيرة من مذحج، وهي امرأة تزوجها أنمار فولدت لها أولادا اشتهر عليهم اسم أمهم سبحان الله، منهم عبقر وصهيبة والغوث إلى غير إلى غير إلى غير غير جاري الجليل بن عبد الله البجلي، وكان جميلا وكان حسن الصورة، حتى قال كان عمر كما في أسد الغابة يشبهه بيوسف هذه الأمة. وكان جرير ما يثبت على الراحلة سبحان الله، ولد أمير يعني كده ما يثبت على الراحلة، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فما سقط من على دابة، وقال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني إلا تبسم، ولقد شكوت له أني لأثبت على الراحلة، فضرب بيده على صدري وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. أسلم وجاء مع قومه في عام البعوث وعام الوفود، وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام على مع خيل من بجيلة لهدم ذي الخلصة. وذي الخلصة هذا هو كعبة بها صنم كانت تعبد وتحج إليه العرب في الجاهلية، وكان الناس يقصدونها، وكان الناس يقصدونها من قبائل دوس وقبائل بجيلة وخثعم إلى غير ذلك، وكانوا يسمونه الكعبة اليمانية، وكانوا يسمونه الكعبة اليمانية. وطبعا ذي الخلصة، الخلص في اللغة نبات رائحته طيبة، ويتعلق في الشجر، وله حب كعنب الثعلب. وذو الخلصة أو ذو الخلصة، الخلصة في قول ابن إسحاق هي بالفتح في الخاء واللام، وعند ابن إسحاق بالضم في الخاء واللام، والأقرب والعلم عند الله الخلصة، هذا هو الأقرب.
هذا هو الأقرب. ولذلك امرأة من قبيلة خثعم لها رثاء لذي الخلصة، حين هدم وأحرقه جرير أن الخلصة كان صنما أنثى، يعني آل يعني إلهة والعياذ بالله. ولذلك قالت: وبانوا أمامة بالولية، الولية هي الحرمة يعني، بالولية صرعوا ثملا يعالج كلهم أنبوبا، جاءوا لبيضتهم فلاقوا دونها أسدا تقب لدى السيوف قبيبا، قسم المذلة بين نسوة خثعم فتيان أحمس قسمة تشعيبا، قسمة تشعيبا. وكان سفيرا جرير بن عبد الله، النبي كان يرسله عليه الصلاة والسلام كما أرسله إلى هدم ذي الخلصة، وفي القادسية جمع عمر قبيلة بجيلة وجعل عليهم جريرا أميرا، وتوفي سنة 51 في دير الزور في سوريا، توفي في دير الزور في سوريا في منطقة اسمها قرقيسية، في منطقة اسمها قرقيسية. نعم، وهذا كما قلت لكم على مقصود الترجمة، أن النبي أمره أن يستنصت الناس، وهذا فيه أن يستنصت للعالم ولولي الأمر حينما يتكلم، يعني ينصت الناس إليه ويلقون أسماعهم لما يتكلم به ويقول. نعم. السلام عليكم شيخنا. باب الوعظ والاقتصاد فيه. يا سلام يا سلام، الموعظة هذه أمر عظيم، والموعظة منها الحسن ومنها السيء، والموعظة منها الحسن ومنها السيء. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك والموعظة الحسنة هي ضرورة أيها الكرام الفضلاء، ملحة في زماننا هذا، فهي توقظ القلوب وتنبه من الغفلات، وهي من عوامل صلاح القلوب وعلاج أمراضها. ما منا إلا وقد سمع موعظة أثرت فيه وغيرت حاله، سبحان الله. وهي من شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكون مصحوبة بالترغيب والترهيب والدعوة إلى الله والنصيحة النافعة التي تثمر رقة القلب ولينه، فيتحرك للعمل طلبا للنجاة والخلاص مما يخافه ويرهبه. وتكون الموعظة بالمسموع، يعني بالشيء الذي يسمع ويقرأ ويتلى من الهدى والرشاد والنصائح، وأيضا تكون بالاعتبار المشهود، وهو الاقتناع بما يراه ويشهده في العالم من مواقع العبر. لما ينزل حرب في مكان، أو ينزل زلزال أو بركان في مكان، هذا أيضا من باب الموعظة يعني التي ترقق قلب الإنسان. ولذلك قال ربنا عز وجل: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وقال ربنا عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فلذلك الموعظة هذه أمرها عظيم، ذكرت معرفة في القرآن مرة واحدة، وذكرت نكرة 9 مرات، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين، فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال أيضا: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه وهدى وموعظة للمتقين. وقال ربنا تبارك وتعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. وقال ربنا تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين.
قال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. هذه 9 مرات أيها الكرام الفضلاء، 8 أتت نكرة وواحدة أتت ماذا؟ أتت معرفة. والنبي عليه الصلاة والسلام قام بهذه المهمة خير القيام وحق القيام، ولذلك كان يعظ الموعظة فتجل منها القلوب وتذرف منها الدموع كأنها موعظة إيش؟ مودع. ولذلك جمال الموعظة في أمرين يا كرام، جمال الموعظة في أمرين: أن تكون في وقتها كأنها الغيث بعد الجدب، وأن تكون مناسبة للحال. وعظنا رسول الله حديث العرباض: موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فحصل لها القشعريرة والهيبة. ولذلك كتب الحديث يعني احتوت على الموعظة فيما يعرف ما يسمى بكتاب الرقاق، يعني الأشياء التي ترقق ايش؟ القلوب. والموعظة تكون من الولد، من الأب لابنه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويكون من الناس بعضهم لبعض، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فمعلم الناس الخير ينبغي أن يجعلوا لهذه الموعظة بابا يا كرام يا فضلاء، ولا يتركوها. الرجل في بيته والوالد مع ولده، وتكون الموعظة بالقصص وبكل هذه الأشياء وبكل هذه الأمور، فلرب كلمة تنفعك ولا تضرك وينتفع بها غيرك أيضا. فلا يحقرن الإنسان من المعروف شيئا، وأيضا من لم يستطع أن يعظ بلسانه وعظ ما يرسل من الأشياء النافعة التي يجعلها بين الناس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: ممتاز. وهذا من لطائفه أن طالب العلم، الوالد في بيته، الأم أيضا في بيتها مع ابنائه، اجعلي يوما أيتها الأم المباركة، وأنت أيها الأب المبارك، اجعل يوم في الأسبوع للأسرة، نختار كتاب طيب، نختار كتاب رياض الصالحين، قصص الأنبياء، قصص التابعين، عبد الرحمن رأفت الباشا. انظر، وأيضا أحيانا تجد مساجد يعني ما تسمع فيها ولا درس أبدا، لا الإمام انحضر صلى ومسك الباب، وإذا ما حضر جعل أوكل الصلاة لفلان وعلان، ولا يقوم بواجبه معها، سيسأل عنهم: هذه هؤلاء رعيتك، جماعة المسجد هؤلاء رعيتك يا أخي، أنت وين تروح منهم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي كان يعظ في مسجده وله خطب، وكذلك الصحابة تعرفوا على ذلك. هذا ابن مسعود مسوي لهم كل يوم خميس درس، ولا سيما الآن نحن الآن في ذي القعدة دخلنا على الحج وعلى الأضحية وأحكامها. يا أخي اجعل درس للناس لو في الأسبوع مرة أو مرتين. انظر الوقت الذي يكثر فيه اجتماع الناس، مثلا في المغرب يكثرون، واجعل لهم درس جزاك الله خير. ليس شرطا أن يكون طويلا، يكفي 5 7 10 دقائق بالكثير، القليل مع القليل كثير. لكن أحيانا تجد بالأيام والشهور والدهور ما يقال كلمة في المسجد. لعمري والله هذا أمر عظيم، ويسأل عنه أئمة المساجد. تجد الإنسان يجلس في المسجد 5 سنين و6 سنين و7 سنين ما استفاد شيئا، لا هو طور نفسه ولا نفع أهل مسجده. أين أنت من ابن مسعود؟ سبحان الله، ابن مسعود كان مسوي له موعظة كل يوم خميس، جاء واحد قال لي: يا ابن مسعود يعني لو زدتنا شوية ودتنا كل يوم. فقال: إن أخشى عليكم أن إيش يصيبكم، إيش يصيبكم الملل ويصيبكم السآمة، فإن النبي كان يتخولنا بالموعظة كراهية السآمة.
كراهية إيش؟ السآمة. وهذا الذي يحدث والله. يعني بعض الناس يقول يا أخي يا شيخ لو نبغى الدرس كل يوم والله أنت حتمل. وقد رأينا ذلك كثيرا من بعض المتحمسين، فلما حتى الدرس عاد ما عاد يحضر لا في أسبوع ولا في الشهر، وكان يقول لك نبغى درس كل يوم، ولما فتح الدرس ما عاد يحضر. لذلك قليل يدوم خير من كثير منقطع أيها الكرام الفضلاء. ولذلك الصحابة كانوا أحسن الناس تعليما وتربية. ليه؟ لأن النبي كان أحسن الناس تعليما وتربية لأصحابه، فهم كانوا أحسن الناس تعليما وتربية للتابعين، والنبي كان يعلمهم بالقول والفعل. ولذلك الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين العظام نقلوا هدي العدنان عليه الصلاة والسلام في موعظته. هذا ابن مسعود يحكي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من شدة حرصه على انتفاع أصحابه واستفادتهم من وعظه وإرشاده أنه لم يكن يكثر عليهم، لم يكن يكثر عليهم في الموعظة، إنما يتعهدهم. هذا معنى يتخولهم، يتعهدهم في الموعظة في بعض الأيام دون بعض، وأيضا يتحرى الأوقات المناسبة. يعني الآن عندنا مناسبة داخلين على الحج، ينبغي أن الكلام يكون عن الحج. كان الشيخ بن باز إذا أقبل موسم الحج أنزل الكتب من المكتبة وأمر القارئ أن يقرأ عليه. هو الشيخ بن باز بيحضر رحمه الله. فالأوقات لكل مقام مقال. الناس الآن محتاجون أن يفهموا الأضحية وحكمها إلى غير ذلك. طيب هنا في سؤال يا شباب، سمعتم عن قول الذي يقول يجوز أن يشترك الناس في الخروف الأكثر من واحد؟ سمعته؟ نعم نعم شيخ. ها، وهذا إجماع أنه لا يجوز، لا يجوز الاشتراك في المعز والضأن اشتراك تملك كما يقول الشيخ ابن عثيمين. لكن لو اجتمعوا ودفع إنما تجزي عن واحد فقط. طيب الاشتراك يكون في ماذا من بهيمة الأنعام يا مشايخنا؟ بقر ها أيوة، البقر والإبل. البقر فيها التسبيح حديث جابر 3 سنين، والإبل 5 سنوات. بل وفي بعض الدول طلع واحد والعياذ بالله قال احنا العيد هذا نبغى نلغي الأضحية. ليه يا حبيب أمك؟ ليه يا علامة وفهامة زمانك؟ قال عشان الناس فقراء ما عندهمش قيمة الأضحية. طيب يا جهلول يا قهلول يا عزير يا كسير ما ليس فيك خير يا أخي، الأضحية إنما لمن يملك، اللي ما عنده ما يملك ما عليه شيء، خلاص انت ليش تمنع الشعيرة ليش؟ أيها الجاهل لماذا تمنع الشعيرة؟ فلذلك العلم يا شباب مطلوب. ولذلك من كان إماما فليتقي الله في جامع المسجد، ومن كان مأموما فليذهب إلى إمام المسجد ويقول يا إمام الله يجزاك خير اجعل لنا دروسا. يقول لك طب أنا ما عندي علم وكذا، نقول طيب كلم الوزارة جزاهم الله خير، الجهات الرسمية نكلمها نخاطبها يرسلوا لنا داعية، وهم يفعلون ذلك جزاهم الله خير لتحصل الفائدة المرجوة أيها الكرام الفضلاء من العلم ونشر بين الناس. أما نأتي في الأوقات والأزمنة التي يحتاج الناس فيها إلى التعلم ولا يجدون من إيش؟ من يعلمهم. نعم فضلت تفضل. كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني الله أتخولكم. يعني أتعاهدكم بالموعظة من وقت إلى وقت. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. انظروا أرأيتم يا سلام،
إذا من فوائد هذا رعاكم الله وكفاكم وآواكم أن الإنسان كما قلت لكم كان النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحسن الناس وأرفقهم تعليما لأصحابه، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أرفق الناس وأحسنهم تعليما للتابعين، لأنهم أخذوا الرفق واللين من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التخول بالموعظة. ولذلك لما انتشر الجهل أيها الكرام الفضلاء تصبح مثل هالمقاطع تنتشر باستمرار. أسمعكم شيئا من هذا دقيقة. نسمع لهذا الجاهل دائما هذا يأتي بطوام الطام. اسمع الآن. سورة القدر من قرأها حين يخرج من بيته وهو ذاهب إلى سفره أو ذاهب إلى تجارة أو ذاهب إلى عمل أو ذاهب إلى أي مكان فإنه حتما سيعود إلى بيته سالما غانما بأمر الله. سورة القدر من قرأ في أي مكان موحش، لو أنت في جبل، لو أنت في صحراء، لو أنت في بيت خايف منه، فإن الله يحول بينه وبين الشياطين والجن. سورة القدر ودي هدية غالية قوي بقى، أي واحد عنده ابن مغلبه أو بنت مغلباه لو أخذ بناصيته أو بناصيتها وقرأ سورة القدر على ناصيته أو ناصيته فإن الله سبحانه وتعالى يريه في ولده أو في ابنته ما يحب. سورة القدر من قرأها على ماء وكان به مرض فشربها وهو يثق في الله برئ عاجلا بأمر الله. كان العارفون يقرؤون سورة القدر من بعد الفجر حتى تطلع الشمس لينعموا برؤيته. شوف الجهل، حتى ما هو فاهم في النحو، حتى تطلع الشمس. يا أخي الشمس فاعل ضمة ترفع الدنيا كلها، حتى تطلع الشمس. وهذا متخصص، هذا في الجهل هذا، ولم يصح في فضل سورة القدر ولا حديث واحد. ولذلك أيها الكرام أيها الأئمة الكرام، والله لو جلس الإمام في المسجد فقط لكي يرد على ما يأتيه في الواتساب لوجد مادة عظيمة جليلة انتفع بها الناس، ولا سيما أن هذا نماج أنا جاني من السائلين، جاينا من أناس معانا في المجموعة يسألون بتأتيهم هذه المقاطع. الآن أي واحد أصبح في يده جوال، الطفل الصغير في يد اللي بيرضع في يده جوال، فأنت الآن هذا عمد به البلوى. لذلك المسؤولية عظيمة هنا علينا جميعا يا كرام يا فضلاء. ونتعجب من بعض الناس يجعل في الحالة عنده في الواتس ما يستعيذ منه المتقون. يا أخي ستشهد عليك هذه الآلات، ستكتب شهادتهم ويسألون، سيسألك الله عن كل ما جعلته في هذه، وكم إذا كان فيها ضلال كم أضللت ممن يتابعك من الناس. سيفنى كل كاتب ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتبن شيئا سوك في القيامة أن تراه. وخير من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فانظر لهذا الضلال يرصف، والغريبة يأتي بحديث باطل وموضوع وأحيانا من كتب الرافضة في مثل هذه الأشياء. والسنة الصحيحة مليئة بالصحيح وبالنافع أيها الكرام الفضلاء. فالموعظة الناس يحتاجون إليها، والعلم الناس يحتاجون إليه، ولا سيما مع انتشار أبواب الجهل وكثرته، تيك توك ها هنا، انستغرام ها هنا، واتسل اي وتليجرام وإلى آخره، وكل واحد في يده التطبيقات يجلس عليها أكثر ما يجلس على القرآن. فالأمر جد عظيم، لا تعتقد أن هذا الأمر هين يسير أبدا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يتخولنا يتعهدنا. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة.
مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة، أي علامة دالة على فقهه. مرة ثانية الحديث الجميل هذا. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وهذا رعاكم الله من ما يسن في الخطبة، ويسن في الخطبة اعتماد الخطيب على قوس أو عصا، وهو مذهب الجمهور، وقال به الشيخ بن باز ورحمة الله على الجميع. وأيضا إقبال الخطيب على الناس، فيشرع للإمام أن يخطو مستقبلا أهل المسجد ومستدبرا القبلة. وثالثا توجه الناس إليه بأبصارهم، هذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، إن الناس تلقى الخطيب يخطب هو جالس يطالع في الجدار. يستحب للمصلين استقبال الإمام إذا خطب، وهو مذهب الجمهور وقول عند المالكية وعليه الإجماع. وفي حديث أنس كان إذا أخذ الإمام في الخطبة يستقبله بوجهه حتى يفرغ. وأيضا في حديث ابن مسعود كان إذا خطب النبي عليه الصلاة والسلام استقبلناه بوجوهنا، يعني يكفي أنك أنت تتجه بوجهك لتنظر إليه، أبلغ في التركيز. وأيضا من سننه رفع الخطيب صوته، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ووجه الدلالة من الحديث حديث الباب حكم تقصير الخطبة. قال النووي رحمه الله: يكون تقصيرها معتدلا ولا يبالغ بحيث يمحقها. وقال ابن قدامة مثله. وقال الإمام القرافي: اتفق الجميع على استحسان قصر الخطبة. لكن أحيانا أنت بتجلس في أمام خطبة تلقاها ما كمل دقيقتين ثلاثة، يعني فعلا مثل ما قال النووي رحمه الله، حتى يعني أنه محقها. لا، يعني شيء معتدل، يعني ربع ساعة ثلث ساعة شيء جميل معتدل، لأن الناس يحتاجون إلى الفهم وإلى التوجيه وإلى الإرشاد. وسألت شيخنا الشيخ بن جبريل رحمه الله قال: إلى نصف ساعة لا يعتبر تطويلا. نعم، لما كنا نقرأ عليه في بلوغ المرام. وقال الشوكاني: أحاديث الباب فيها مشروعية إقصار الخطبة ولا خلاف في ذلك كما فينا الأوطار، ولا بأس بتطويل الخطبة أحيانا بحسب الحاجة واقتضاء الحال، كما ذكره شيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وذكره ابن القيم في زاد المعاد، ودليله حديث الباب. وقال: مئنة بفتح الميم وخفض الهمزة وفتح النون مع تثقيلها، مئنة يعني علامة، علامة لذلك، علامة على فقه ايش؟ فقه الرجل. ومما ترى عجبا انه ويقصر الخطبة والصلاة فيصلي بالكافرون وقل هو الله أحد، أو ألم ترى كيف، أو القرآن كله جميل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالأعلى والغاشية، هذه سنة، وكان يصلي بالجمعة والمنافقون، هذه سنة، وكان يصلي بالجمعة والغاشية، هذه سنن، كل هذه سنن. ومن الخطأ الذي يقع فيه أيضا الناس أنه يصلي بالآيات المناسبة للخطبة. إيش معنى هذا الكلام؟ مين يفسر لي هذا، أنه يصلي بالآيات المناسبة للخطبة؟ إيش معنى هالكلام؟ يعني زي كأنه يقول يفسر آية ولا آيتين أثناء الخطبة بعدين يصلي بيهم. أيوة أحسنت مولانا، أو أنه بيتكلم عن الإحسان فيجيب آية الإحسان، أو عن الصدقة يجيب آية الصدقة إلى غير ذلك. قال فيها الشيخ الفوزان: وهذا بدعة، وهذه بدعة من بدعة إيش؟ من بدع الخطبة. إنما عليه أن يلزم ما وردت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو أنه يجعل ما يسمى بحملة الصلاة على النبي بعد الخطبة. سمعت عن هذا؟ هذه حاجة جديدة، 5 دقائق أظن الشيخ. وهذه في الشقيقة الكبرى. أيوة. وهذا أيضا من البدع والضلالات رعاكم الله، وقد فصلنا في درس الثلاثاء في خلق أفعال العباد، فصلنا في ذلك وأنزلنا فيه مقطع على القناة يرجع إليه إن شاء الله عز وجل، لكنه بدعة وضلالة، عافانا الله وإياكم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا.
وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثك لأمياه، فما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. الثكل بضم التاء المثلثة المصيبة والفجيعة. ما كهرني أي ما نهرني. وهذا الحديث طويل، وفي قصة الجارية، يعني وقال: وإني رجل لي جارية ترعى غنيمات، وأتى الذئب فعدى على شاة، وإني آسى كما يأسى ويأسى الناس، فلطمتها على وجهها. فهنا سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام تغير وجهه، لأنه ينهى عن الضرب بالوجه، فقال: اعتقها. قال رسول الله فلما رأى النبي ما تغير به قال: إذن اعتقها. قال: ائتني بها. فلما تسأل أين الله فأشارت أو قالت في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. معاذ بن الحكم السلمي جاء من الديرة، وجاء من الديرة يحسب الكلام وكذا، والناس يتكلمون في الصلاة إلى غير ذلك. فهنا أخذ عطس الرجل، قال له: يرحمك الله. فزادوا ضربا على فخوذهم يصمتونه إلى غير ذلك. فوجه الدلالة هنا النبي عليه الصلاة والسلام وما كهره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني لم يزجره ولم ينهره ولم يضربه ولم يشتمه ولم يعبس في وجهه. وهذا يدل على الرفق في الموعظة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من الرفق، فين ما جعل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شان. وهذا فيه الرفق في الموعظة حتى مع المخالف ومع المخطئ. فلما طابت نفسه من رفق النبي أخذ يكلم عن كل شيء، الشبهات اللي عنده كلها، التشاؤم، التطير، إتيان الكهان، إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وذكر الحديث وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة، وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن. وذكرنا نعم أحسن الله إليكم شيخنا، وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح. نعم، وهو أصل في الباب. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، انتهى الباب شيخنا. وخير ختام أن يختم بهذا الحديث في هذا الباب، وهو أصل في الباب. وصلى الله عليه وسلم.